تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم جميعا. ولأن الوقاية هي عماد المنظومة الصحية، المنظمة العالمية للصحة تؤكد أكثر من مرة على أن ولا منظومة صحية عالمية تبقى ناجعة إن ارتكزت فقط على الجانب العلاجي ولم ترافقها في ذلك الوقاية. ماذا عن برنامج تطعيم الأطفال ووحدات الصحة المدرسية؟ ماذا عن غلاف الوقاية في وزارة الصحة وحتى في الوزارات الأخرى؟ وماذا عن التنسيق بين مؤسسات الدولة لخفض مثلا نسبة الملح والسكر في المواد الاستهلاكية التي قد تسبب غالبا الأمراض التي يعيشها الجزائري اليوم؟ ولماذا لا تطرح مثلا فكرة تقريب القاعات الرياضة إلى الساكنة عوضا ما نراه اليوم في أحيائنا السكنية، فاست فود أو الطعام السريع التي تنتشر كالفطريات؟ اليوم حان الوقت أن نستجمع قوانا ومجهوداتنا حتى نجعل الوقاية طريقا للنجاة، لنحافظ على صحة المواطن وندخر أيضا في تكاليف العلاج. إذن لمناقشة هذه المحاور وأخرى، أسعد باستضافة الدكتورة جميلة ندير، وهي مديرة فرعية بمديرية الوقاية بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بك. شكرا على الدعوة. شكرا على الحضور، وشكرا كل على هذه المنشورات التي سترافق هذا الأسبوع، أسبوع الوقاية الذي سيقام بهو رياض الفتح من 5 إلى 11 مارس. يعني نطلب كل المواطنين أنهم يجوز يزوروا هذا يعني المقر حتى يكون هناك تبادل بين يعني عمال الصحة، الأطباء، البسيكولوج، يعني كل الاخر، يعني اجوبه للاسئله تاعهم، كيف يعني يكون كما نقولوا احنا سلوكياتهم صحيحه فيما يخص الحفاظ على الصحه. كاين العديد من المعارض، كل البرامج الوقائيه تكون هناك جمعيات كذلك تجيب على اساس المواطن، وكل ممثلين القطاعات الاخرى تكون كذلك هناك في هذا. ستكون تحاليل، هناك تحاليل، هناك كشف مبكر، هناك كذلك ما نسميه ب يعني ديزاتوليي في ورشات تبادل، و يعني حتى نعطي كل المعلومه اللي فيما يخص التكفل بالصحه، والمعلومه من 5 مارس الى 11 مارس. سنعود الى ذلك دكتوره جميله. واسعد باستضافه ايضا السيد خالد زهير، وهو ايضا اطار في وزاره الصحه. اهلا وسهلا بك سيدي، مرحبا. شكرا جزيلا على استضافتكم لنا سيدتي في هذه المناسبة التي ستسمح لنا في التدخل حول موضوع الوقاية بشكل عام، والوقاية في أسبوع، وهو الحدث الذي ستنظمه وزارة الصحة خلال أسبوع كامل على مستوى كامل ربوع الوطن، أي على مستوى كل مديريات الصحة والسكان للوطن. واستبشر خيرا، لأن غلاف المالي المخصص للوقاية جديد هذه السنة. سيد خالدي، بالفعل سيدتي، إذا كان بادرتم بالسؤال عن الغلاف المالي المخصص للأخذ بعين الاعتبار كل ما هو علاج ووقاية للمواطن الجزائري، فإنه أؤكد لكم أنه يفوق 273 مليار دينار جزائري. نعم، هل هي بشرى خير سيد حسن منور، وهو رئيس جمعية لمان؟ لمان بالقبيلية، وهي الثقة ومكلف بحماية المستهلكين. أهلا وسهلا بك. مساء الخير، السلام، وأزولك في اللون. يعني نشكرك كثير على هذه الفرصة باش نعود نأكدوا مع المواطنين أنه حقيقة الوقاية خير من العلاج. لا، بعيدا عن كل الديماغوجية، الوقاية اليوم حتى المنظمة العالمية للصحة تؤكد في يعني اليوم إذا أكملنا على هذه السيرة، مشاكل في التركيز، السكر، في الملح، في البدانة، وتحقيق الوطني ستيت ويز اللي عملته وزارة الصحة مع المنظمة العالمية للصحة، اليوم ولا منظومة صحية يمكن أن تقف وتكمل في هذا النحو. لأنه رانا في وقت نتاع العولمة في الاستهلاك السريع، العولمة في الاستهلاك الغير صحي، ووصلنا إلى الجزائر منذ سنوات، وللأسف الشديد وصلنا وحنا عندنا غياب لثقافة استهلاكية.
ثقافة استهلاكية صحية. ولما نتكلم على ثقافة استهلاكية ما هوش فقط في الغذاء السيء والغذاء العشوائي والغذاء الغير متوازن، ولكن أيضا عندنا مشكل كبير وإن شاء الله نتحدث عليه، هو غياب الحركة البدنية في الجزائر اليوم. وكي وصلنا في الجزائر وين السمنة راهي فاتت يظهر لي 15% حسب المعلومات اللي عندي، لأن ما عندناش إحصائيات ولا أكثر. فيما يخص السمنة ناخذ الرجال، هو عندنا 1 من 2 عنده زيادة في الوزن أو سمنة، وعند النساء أن امرأتين تقابلها واحدة اللي يعني راهم في زيادة في الوزن والسمنة، شلافان 60% يعني 66% عند المرأة و 47% عند الرجال. يعني رانا في مرحلة خطيرة فيما يخص زيادة في الوزن والسمنة، لأن تاخذي السمنة هي الباب اللي يفتح كل الأمراض. ويتخوفنا دكتور نادر هو السمنة عند الأطفال، السمنة يعني عند الأطفال في المدارس، يعني اليوم هذا هو اللي مخوفنا كثير، لأنه أنا نربي ولادنا بالسمنة معناتها فتحنا الباب وهما صغار، فتحنا لهم الباب لكل أمراض اللي تحكي عليها الدكتور نادر. حتى نعطيك السمنة عند الأطفال، الدراسة اللي قمنا بها تاع ميكس يعني مع اليونيسف في 2009 كانت 9%، الدراسة الأخرى طلعت حتى 14%. يعني على بها اللي قلت لك، يعني حتى المنظمة الصحية لما تقول لك إذا ما كانتش هناك وقاية راح يكون انتشار تزايدي فيما يخص في الأمراض هذه. تكلمتي استعملتي مرحلة خطيرة سيد خالدي، اليوم بلغة الطب ما هي الخطورة، حتى ننتقل إلى الجانب أيضا الميزانية التي اليوم تكلف الدولة الكثير، حتى يفهم اليوم المواطن سيدة، لأنه يقول لك السمانة وتقول لنا دائما، لكن اليوم فهمينا أنه علاقتها بالأمراض القلب والشرايين والداء السكري. نعم. لما نأخذ يعني العلاقة الموجودة بين السمنة والأمراض، نشوف الآن انتشار داء السكري، لأن السمنة وش تدير في الجسم لما يكون علاش انتشار داء السكري؟ السمنة الخلية الدهنية تمنع دخول السكر إلى الخلية، وبالتالي يبقى في الدم، هذا ما يصيب يعني يقولوا إحنا يا داء السكري. نعم. والداء السكري المضاعفات تاعو يعني تتكلف الدولة أشياء كثيرة. نعم. لما نصيب أن المصاب بداء السكري، القدم السكرية، والبارح كانت يوم توعوي، العين، القلب، يعني كل الأعضاء، الكلى نبيلة في الجسم، الكلى ونلحقوا تصفية الكلى، هذه هي جلطات دماغية. فيما يخص حتى السرطان نصيبه أن السمنة عنده علاقة بالسرطان، سرطان الكلى مثلا، الكلى يعني كل سرطان العالمي الصحة. تأخذ الأمراض الشرايين لما نصيب أن السمنة هذه المادة الدهنية تتعلق في الشريان الداخل، وهذا ما تعطي الانسداد وتعطي هذه الأمراض، هي كذلك عندها علاقة يعني بهذه الأمراض. الآن انتشار الأمراض هذه اللي راهي كما يقولوا داء العهد، هذا هي عندها علاقة بالسمنة، والسمنة عندها علاقة بالتوازن بين الحركة وبين الغذاء المتوازن. كيف تصف الدكتورة ندير انتشار هذه الأمراض في الجزائر؟ ناخذ انتشار هذه الأمراض ونقول لك هي جزنا مراحل. لما ناخذ بعد الاستقلال كنا نعاني من الفقر والمجاعة. نعم. فكان هناك برامج يعني حتى ندخل القطاعات الأخرى، يعني وإن كان يعني تنسيق بين جميع القطاعات فيما يخص التغلب على هذه المجاعة. فكان هناك سياسة كما قلنا إحنا تاع لا سوبفونسيون، حتى نخلي المواد الأكثر كما قلنا في متناول المواطن، لأن حتى المجاعة كان عندها يعني ما نسميه خاصة الأمراض. نعم. والوفيات المبكرة. صحيح. فكان هناك يعني سياسة حتى نتغلب على هذه الأمراض، هذه السياسة أعطت نجاعة، وبحيث أننا تغلبنا على يعني الأمراض الناتجة عن المجاعة، لكن بقينا في هذه السياسة حتى اليوم، وهذه السياسة التي لا تعكس هذه السياسة الوضعية الوبائية اليوم، ما تتوافقش مع الوضعية، لا تتكيف مع الوضعية الصحية الآن. الآن لازم تغيير السياسات. نعم. فيما يخص التغذية، فيما يخص الحركية، فيما يخص. نعم. حتى التدخين. كيف تصفها الوضعية الوبائية اليوم دكتورة ندير؟ قلت لك الوضعية خضراء
برتقالي ام حمراء حتى يفهم المؤشرات؟ انا نعطيها في المؤشرات الحمراء، لازم تغيير سلوكيات الان من المواطنين حتى نلحق الى نجاعه. يعني حان الوقت اليوم، حان الوقت. نعطيك والوضع استعجالي، وضع استعجالي. ونعطيك مثال في الدول يعني المتقدمه خدات القرارات، بحيث تشوف اغلبيتهم يتكلموا الان عن النظام الغذائي، عن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. النشاط البدني يقوم به داخل في بلاد وين كانت هناك نتيجة كما قلوا احنا وضعية فيما يخص لكاريلي جنور، ناخدوها بحيث كان عندهم وفيات بالقلب يعني مبكرة، داروا دراسة فوجدوا انهم يستهلكوا الحليب المشبع بالدهنيات، فماذا قاموا؟ قاموا نحاو الدهنيات هذه كامل وخلاو المواطنين ياخذوا الحليب بدون دهنيات، نقصوا تقريبا 80% من الوفيات بالقلب. سيد خالتي، اليوم الوزارة، وزارة الصحة هي التي كيف نجد الكلمة تصب فيها كل هذه المشاكل. يعني إذا لم توجد وقاية، أليس كذلك منور سيد منور؟ هي يعني تحمل المسؤولية، وفي الأخير يعاب عليكم الكثير. اليوم كلمنا عن تكاليف الباهظة لكل هذه الأمراض التي تأخذها وزارة الصحة على عتقها، حتى وزارة العمل أيضا وضمان الاجتماعي. إذا كان سمحت لي سيدتي، راح نتكلم مع ديرة، راح نتكلم
على النسيج الصحي في الجزائر اللي راه يكفل للمواطن الجزائري هاد الخدمات الوقائية والعلاجية. يعني سبقت بالوقائية باش قلت العلاجية، لأنه بالوقاية نقدر نتفادى الوصول إلى علاج بعض الأمراض اللي قادر نقضي عليها في بدايتها. إذن الجزائر تتوفر على نسيج صحي معتبر، نقوله معتبر لأنه فيها لحد ما نقوله معتبر. أنا شخصيا أعتبره جد معتبر، لأنه عندك أكثر من 16 مركز استشفائي جامعي، عندك 95 مؤسسة استشفائية متخصصة، عندك 238 مؤسسة عمومية للصحة، وعندك 278 مؤسسة عمومية للصحة الجوارية، عندك مؤسسة عمومية ذات طابع خاص لاشي دورو، عندك 9 مؤسسات عمومية ذات طابع خاص لزاش 9، تراب وطني مغطى بهياكل صحية من كل الأنواع. نقدر نقول لك حتى أنه نعطيك رقم نظن أنه يكون معبر لحد ما، أنه الجزائر حاليا تتوفر على أكثر من 1750 قاعدة متعددة الخدمات. مهمة جدا سيد خالدي، لكن اليوم ماذا تكلف هذه الأمراض على عاتقكم اليوم وزارة الصحة، وإلى أي حد تستطيع الوزارة أن تتحمل هذه التكاليف إذا لم نستعجل اليوم مع وزارة أخرى مع الجمعيات أن ننهض بأنفسنا ويعني نجعل الوقاية مسلك النجاة؟ مشاطرك الرئيس سيدتي في هذا الموضوع، يعني لكو تكاليف هذا الهياكل الصحية اللي رانا نتكلم عليها داخلة في تكاليف التكفل بالمواطن الجزائري. لا نريد أن نقول المريض، نقول المواطن الجزائري، لأننا نريد أن نتفادى الوصول إلى المرض، وذلك لا يتم إلا عن طريق الوقاية. إذا كنت تكلمنا عن هذه الوقاية هدية، رانا نقول باللي الدولة الجزائرية كرست نسيج صحي معتبر ووضعت تحت تصرف المواطن الجزائري ترسانة من المستخدمين. كي نقول ترسانة من المستخدمين، 40,000 طبيب عام، أكثر من 18,000 متخصص، أكثر من 140,000 ممرض البيرسونال باراميديكال، هادو كلهم موضوعين تحت تصرف المواطن الجزائري، ولا سيما للعمل في موضوع الوقاية. لأنه كما سبق وأن قلت سيدتي، إذا كان تناولنا باب الوقاية راح نغلق باب العلاج، ولا راح نقلص من التكاليف اللي راح تتكبدها الدولة الجزائرية في باب العلاج. تكاليف باهظة على سبيل المثال، أعطينا مثال القدم السكري مثلا، المشكل العين، القصور الكلوي، وهلوم مجر، كم تكلف خزينة الدولة؟ سيدتي كي نقول المبلغ اللي أعطيناه في بداية الحصة، قلنا أكثر من 273 مليار دينار جزائري، هو مبلغ للتكفل بالوقاية والعلاج. وإذا كان قلنا الوقاية والعلاج، فإننا نخصص اعتمادات للوقاية واعتمادات للعلاج. الاعتمادات المخصصة للعلاج، في حالة ما إذا أراد المسير أو النظام أنه يوجه هذه الاعتمادات إلى عملية الوقاية، فله الحرية الكاملة إن ارتأى ذلك. جديد هذه هي لا سيدتي، هي ميكانيزمات محاسبية متعامل بها متداولة. لكن للأسف هل اليوم أدرج هذا الغلاف الوقاية والعلاج؟ ما تكونش عندنا نظرة استشرافية واضحة بخصوص ما تصرفه الدولة على العلاج وتصرفه الدولة على الوقاية. سيدتي احنا قلنا المبلغ هذا تاع الاعتمادات هذا، قلنا الوقاية والعلاج، لأنه النظرة الجديدة لميزانية الدولة في الجزائر قد غيرت مسارها بالقانون بالقانون العضوي 18-15 لقوانين المالية. هنا تم توجيه الاعتمادات حسب ثلاث برامج. راح نتكلموا على برامج، ما راش راح نتكلموا على الميزانية الكلاسيكية، راح نتكلموا على ثلاث برامج. هاد البرامج يمكن تفكيكها إلى برامج فرعية، ذات البرامج الفرعية يمكن تفكيكها إلى نشاطات، ذات النشاطات يمكن تفكيكها إلى نشاطات فرعية. إذن هاد الهرم اللي رانا نتكلموا عليه من البرنامج إلى البرنامج الفرعي إلى النشاط والنشاط الفرعي، راح نتداول فيه كل المسائل المتعلقة بالوقاية
والعلاج. نعم. وراح نلقاو الاعتمادات المخصصه لكل عمليه فيه. هذا الهرم اللي تكلمنا عليه. تفضل سي خالد. بغيت سامحني سي خالد. تفضل. لانه انا يعني غير موافق انه تكون الوقايه من صلاحيه وزاره الصحه فقط. طبعا طبعا. هذا اللي خلانا اليوم 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 لازمنا، لانه احنا هذه سياسه الارقام. المواطن البسيط ولا حتى انا لاني هنا ما نقدرش نفهم الملاير هذه، هل تكفي ولا ما تكفيش؟ ملايير كثيرة كبيرة ولكن ممكن قليلة ممكن بزاف. احنا بغينا اليوم نوصلوا في 2023 وين يكون عندنا تقييم، يعني ايفالواسيون دي بوليتيك، كانت عندنا السياسات اللي نديروها تقييم نشوفوا وين نجحنا وين ما نجحناش، تكون عندنا شجاعة لتغيير المسار. نعم. نتغيروا حاجة أخرى. كيفاش اليوم ندير الوقاية مع وزارة الصحة ونخلي وزارة التربية مثلا وين اليوم عندنا طفل صغير اللي باش نوجدوا الأجيال القادمة، وهذا اللي همنا في جمعية الأمام. دائما احنا في حملة تحسيسية نبداو بالطفل الصغير ثم الشاب ثم الشباب. نحن نخدموا مع المدارس ثانويات ثم الجامعات. المدارس لماذا؟ وهذا مطلب لينا، مطلب تاعنا كجمعية كمجتمع مدني إلى وزير التربية. انه اين وصل تاثيركم انتم ايضا؟ عندكم مسؤوليه على الجمعيات الفاعله. لا احنا ونحن الاعلام وكل واحد المجتمع المدني. لا المسؤوليه تاعنا رانا متحملينها هو انه العمل تاعنا متواصل. نعطيك مثلا بسيط، احنا وزاره التربيه رانا في كل عام ندير لهم رساله باش يخلونا ندخلوا الى المدارس، انا نجيبوا التصريحات بكل صعوبه. ولكن المطلب راهو الى وزير التربيه باش يامر انه دخل المدارس يعني يكون بعض الاجتهادات في الوقايه. مثلا هل الطبيب اليوم لو يدير الوقايه هو يعمل ليام سي لانديس دو ماس باش نعرفوا الاطفال تاعنا راهم يروحوا للسمنه ولا ما مش يروحوا للسمنه؟ هذا مهم جدا. ثانيا ماده الرياضه الحركه البدنيه اللي هي عندها معدل واحد كويفيسيون 1، هل هذا ماهوش غريب؟ يعني اليوم كي نديروا ان ايفالواسيون تاع الصحه العموميه في الجزائر وعلى بالنا كما قال الدكتور نادر ويقولها كامل الاطباء انه كاين الغذاء الصحي وكاين الحركه البدنيه. الحركه البدنيه ما عندناش لانه ما كاش منشات جواريه للرياضه وحتى كان قليل. وانا كنت طرحت سؤال يعني نوجدوا المطاعم فاست فود في الاحياء. اذا داخل المدرسه لماذا لا تقترح اليوم في قلب الاحياء؟ ولكن انا نقول لك في البرامج. نعم. في برامج التخطيط في المخططات باش نبنيو مدارس في كل مدرسه كاين ملعب رياضه وكاين مادة الرياضة، ولكن المادة هذه لما نبدا معدل واحد ونخلي النص تاع التلاميذ يتغيبوا لاسباب ما بلا كومبليسيتي دي بارون يعني ما مداش أهمية. طلبنا انه مادة الرياضة تولي عندها معدل 2 أو 3 باش نعطوها اهتمام. نعم. نعطوها اهتمام. سيدة ثم نعم. لا سامحني برك. تفضل كمل. ثم كيفاش يعني المطاعم المدرسية والحمد لله اليوم صبحنا وجبات ساخنة في كل مطعم. نعم. مدرسي، ولكن لما نشوفوا البرنامج الغذائي المنيو هذاك اللي مازال فيه الياغورت اللي مازال فيه كثرة اللحوم مازال فيها المقليات، هذا كاين مشكل. نظن هنا نقول الأطباء نتاعنا والمختصين لازم يدخلوا النيوتريسيونيست هذا في المدارس وحتى في البيوت والبيوت أنا بديت والأولياء اللي يروحوا يعني يدوا أولادهم للمطاعم يعني سيدتي عندنا قريب 10 ملايين تلميذ متمدرس وبالقانون لازم يدخل المدرسة. إذا لما تحكمناش يعني في المدرسة ونغير لهم النظام الغذائي الثقافة المدرسية التربوية والثقافة ياكل في المطعم ونحتم عليه يدير الرياضه باش كي يخرج من المدرسه الابتدائيه يمشي الثانويه راه موالف يدير الرياضه راه تعلم كيف ياكل مليح. نعم. اكيد انه لما ياكل مليح في المطعم المدرسي ما يروحش للفاست فود. احنا ضعفنا المطاعم المدرسيه باش نشجعوا بعض الانتهازيين يديروا لي فاست فود قدام الثانويات وقدام المدارس. واكيد الاولياء اللي يمدوا دراهم ذنيك لاولادهم باه يتهنوا منهم بصفه. نعم. يعني ما بين قوسين مسؤوليه مشتركه. نعم. اذا على هذيك اسمحني على هذيك اللي حبيت اليوم وزاره الصحه نريانا راهم يبنوا مستشفيات يأطروا. نعم. على المستشفيات يداويوا ولكن. نعم. الوقايه ولكن الوقايه لكن السيد منور سأترك الكلمه للسيده جميله. وزاره الصحه عندها برامج في الوقايه وللامانه بالتنسيق مع القطاعات الاخرى. نعم. طبعا سيدي الكريم نتكلم على البرامج الوقائيه لوزاره الصحه نجحت فيها للامانه. هناك مثلا برامج تلقيح
لعتقها يعني برامج وقائية، برنامج القضاء على المرض الحبيبي التراكم في الجنوب، كانت سياسة مرتكزة على الوقاية. حتى الحملات الوقائية داخل المدارس كانت تنظمها تنظمها وزارة الصحة. هذا يعني معقول اليوم البلديات عندنا 1540 بلدية، واش هو الدور البلدية في إطار الوقاية من الأمراض ولا من كل من يعني أين هي دور المكاتب مكاتب عدنا النظافة؟ عندنا موضوع واحد آخر اللي خاطر جدا أكثر من الغذاء أكثر من الرياضة، التدخين اللي راه حبط الى السن 12 سنه 10 سنين 14 سنه يتكيفوا. اليوم احنا كنا نستنى ونكونوا كما الدول الاخرى وين التدخين وين قص، زادوا في السومه ونقصوا في التدخين. احنا هنايا السومه زادوا بيزيدوا غير بشويه والتدخين يزيد بزاف. اليوم الاناث عم يدخنوا. عندكم احصائيات سيد الكريم؟ والله اللي نعرفها انه التدخين نزل الى 12 سنه. اللي عرفناها هو انه دوك البنات عم يتكيفوا، مانيش حكايه بنات ولا دراري، ولكن بنات ضعاف جسديا التدخين ياثر فيهم اكثر من الذكور. يعني اليوم سيد الكريم تريد ان تقول ان اليوم حان الوقت ان يكون تنسيق بين مختلف الوزارات هكذا؟ انا نقول كارطه حمراء كما قالت دكتوره نادير، هذه واعره الكارطه الحمراء. كارطه حمراء معناتها خطر. انا اليوم نقول بليك رانا مرض كثير، ولا كملنا كما هكذا نزيدوا نمرضوا بزاف. انا خايف نوصلوا وقت وين النص تاع الجزائريين يخدم على النص اللي مريض، ومن بعد ولا لاكراس تقدر ولا الاقتصاد نتاعنا يتمس. لو كو ايكونوميك دي مالادي، لو كو ايكونوميك اللي طري 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 امبورطون. تفضلي دكتوره. شكرا. حتى نتكلم كما قال لك المنظمه العالميه للصحه تقول لك اذا كان انتشار هذه الامراض ما يكونش هناك تقدم ديفلوبمون، وعندنا لي زوبجيكتيف يعني اهداف التنميه المستدامه تعمل اننا يعني نحسنوا في النمط المعيشي. لاننا نتكلموا على الامراض يعني ما تكلمناش على ما نسميه لا كاليتي دو في، هذه وحده. تكلمتي على المصاريف يعني العلاج، خدينا مصاريف العلاج يمكن تاع وزاره الصحه يكون لاكناس ولا بصح لو ميناج يعني العائله كذلك المدخول تاعها يكون يعني طبعاً. متاثر بالمرض، لاننا في اشياء اللي ما تكفش على العلاج، فهذا كذلك يعني يضعف من قدره الشرائيه للمواطن. صحيح حتى انه الانسان يكون شغيل ويكون يعمل ويصاب يعني بالعمى جراء الضغط الدموي او السكري، ويولي ما كانش هناك انتاج. الان فيما يخص المدرسه، حنا حتى المنظمه العالميه للصحه ما تقول لكش الرياضه، تقول لك الحركيه. الحركيه الان واش نطلبوا؟ اننا في المدارس نخليوا الاطفال كي ياخذوا الوقت تاعهم تاع يعني الاستراحه انهم يلعبوا يجروا يتحركوا. الاطفال تروح المدارس تبهم في ان كوان مخبي باش يشد ليكرون، حتى هذه ومن بعد نتكلموا عليها مشكل عويص. كذلك الغذاء اللي يجيبوه يمدوا لهم كما قلت انت الاهل تاعهم اللونجه تاعهم، على ما ياخذوش كما تاع بكري مرسو كما قلت قطعة مع شوكولا. دكتورة ندير سامحيني، وحدات الكشف المدرسي اللي اعطات في مرها سيد لا يجب ان ننكر، لكن اليوم نجد نوعا نعم سيد خالدي العدد تاعها في كل لا لا موجودين في كل المؤسسات يعني موجود على الاقل في وحدات الكشف الطبي في كل بلدنا، ولكن الفعاليه تاعها اليوم يعني هضروا بكل حق. لا الفعاليه تاعها يمكن ما تكفيش. واش تقول دكتور نادير؟ هي في حق المختصه ولا المختص راهو في هذيك اليونيتي دو بيستاج هما اللي يتكلموا على الكلام. مثلا قال ممنوع تزيدوا تجيبوا لنا الماكله هذه. لما نتكلم على المصاريف تاع الدوله، اليوم الدوله يكون زيد صرف وتمد هذاك لا كولاسيون، ها الدوله تكلف حبه فاكهه مثلا ونمنع لو اليوم الدوله في المدارس نشريو حبه تفاح نمدوها للتلميذ وما نخلهمش يجيبوا الماكله تاعهم، يعني هذاك التفاح واش نصرفوا عليه؟ راح نربحوهم بعد استثمار في الصحه. الان مثلا في المدارس الاوروبيه يديروا دي ديستريبيتور فروي، يعني لو كان نلحقوا في هذا كما قال لك الاستثمار تاع، لكن فيه تحسيس كذلك من طرف يعني الأطباء فيما يخص التعامل مع الغذاء السليم. الأطفال يجيك كما يقولوا احنا سلوكيات فيما يخص الغذاء، أنه ما يأكلش الخضار ما يأكلش هذيك. فقمنا بتجربة نقول لك مع المدرسة تاع دراريا نديروا لي بوتاجي سكولير باش الطفل يتربى من الصغر مع كيفاش يغرس، يعني هذه هي السلوكيات اللي نربيهم عندهم. كل يعني طفل نخليه انه يحب الخضر، يحب الفواكه، يغير النمط تاعو من السكريات، يشرب الماء. تربيه الاجداد شوفوا الاولياء ليس كذلك لي بواط تاع جو هذوك.
حتى نمر الى الروبورتاج. يعني باش لم يصبعوا فينا يتحسوا الاولياء، يعني حبه غاطو وبوطه تاع حليب الشوكولا خمس ايام في الاسبوع على مدى 10 شهور، يعني نقول اليوم كل اولياء يروحوا البوطه هذيك تاع الجو يحسبوش فيها مكونات كيميائيه، هاي فيها دول يحسب شحال من غرام كاين ويجمعهم في عام دراسي شحال مد من مواد كيميائيه للولاد لوليدو وشحال مد السكر لوليدو للبنتو وهو في عمره 6 سنين. هذا هو نعطيك جوست حتى ننتقل للرابورتاج. كاين برنامج ونسميه بروفيل اليمونتير و لا بوبليسيتي. الان كاين يعني دي زوريونطاسيون دارتها المنظمه العالميه للصحه ان كل يعني غذاء مصنع للاطفال يفوت 50 50 كالوري ما يستفادش من لا بوبليسيتي، يعني باش تشوف لاننا نشوفوا الاطفال هذه رانا نخدموا فيه شاركنا في اديس ابابا فيما يخص هذا يعني لي زوريونطاسيون التوجيهات هذه اللي نتمنى انه تتجسد على ارض الواقع. يعني رانا نوجدوا كيفاش نخليوا الان لان الاطفال تعيات ربي فيهم، لكن لا بوبليسيتي الغزو غير في النمط الغذائي. طيب ولأن أيضا المشروبات والعصائر ونحن على مشارف شهر العظيم وهي ظاهرة في الجزائر، يعني تتحكم على رمضان تكلم على المشروبات يعني وكأنه رمضان اليوم احنا متأسفين كثير. نعم. من علي بدينا يعني هالعمل تاع جمعية حماية المستهلك نقول إن شاء الله هيجينا رمضان وين ما نتكلموش على المشروبات وما نتكلموش على السكريات، ولكن للأسف وصلنا إلى 2020 وأي مشروبات وأي عصائر فيها تركيز السكر والمواد الأخرى. زميلة فاطمة زهرة جراردة قامت بهذا الروبورتاج والورقة في هذا المجال، نتابع ثم نعود إلى النقاش. سيد خالدي، أحدث التغير السريع في النظام الغذائي ونمط المعيشة وقلة النشاط البدني زيادة في عدد المصابين بالسمنة. حسب ما أظهرته تقارير منظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابة بالسمنة تضاعف في السنوات الأخيرة، حيث أحصت أكثر من نصف مليار بالغ يعانون من البدانة عالمياً. تعرف السمنة على أنها زيادة في كتلة الجسم وتحديداً في الكتلة الدهنية منه. هذه الزيادة ناتجة عن عدم التوازن بين الطاقة المستهلكة من الأطعمة والطاقة المبذولة لدى الجسم. نظراً لارتباط السمنة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب والضغط، لهذا كل الدراسات على المستوى الوطني والعالمي تحذر من الخطر القاتل. فقد أحصت الجزائر إصابة أكثر من 12% من الأطفال الأقل من 5 سنوات بالسمنة، وهذا يرجع إلى الإقبال المفرط على الأكل السريع الغني بالدهنيات والسكريات والمشروبات الغازية. احنا كجمعية شاركنا في القانون هذا، يعني في عطينا كيما يقولوا لي بروبوزيون الاقتراحات نتاعنا. كاينين بعض الاقتراح فيهم مازال بها مشكل، ولكن قولك اتصلنا بالمسؤولين وخاصة السيد الوزير التجارة، لأنه وراه هما اللي كيما نقولوا اخر هما اللي حسبونا ولا انو كونترول. وكان وصي فيما يخص القانون تاع المشروبات الغازية خرج في نوفمبر 2023. دونك هادو زوج القوانين فيما يخص المشروبات اللي خرجوا داخل القانون هذا حدد حقيقة حدد لو بلافون فيما يخص زيادة تاع سكر. قوانين هادو في الميدان كاينين، يعني بعض المشروبات اللي راهم ديجا مطبقين، يعني الماكسيموم راهم مطبقين، ولكن كما قلت المشكل اللي راهم طروح هل يعني كاع المواد الغذائية. اتصلنا باللجنة ليفيو هذا كيتي نور اورغانيزاسيون انترناسيونال دي برودكتور دو جو، شاركوا معنا فيما يخص يعني طرحنا لهم درنا بنش مارك كيفاش في اي بلدان كيفاش داروا في البلد الفلاني في البلد الفلاني، فقال بارتو اي كومبري مام في افريقيا كيفاش داروا باش ينقصوا فوالا. وكي درنا المقارنه قلنا استنى ايفو ميو احنا نخرجوا بي افيك اون ديمارش يعني باش تسمح لنا نطبقوها تدريجيا كما قلت لك باش المستهلك ما يحسش كوم كوا نقص من كيما نقول الاخر من الاستهلاك تاع السكر.
داير مام لكان رديته في بكم باسكو كي تنقص حنا مام يكون شفتو درك في السوق كان 33 مثلا النقطه هذيك لا لا كاني 33 سنتيلتر واش ولات درك 23 سنتيلتر باش يستهلك اقل. دونك هذه الدخله مع تدير لا ديمينيسيون لا كونسوماسيون تاع فوالا الدخله فيها. الجزائر من بين الدول التي تبني سياستها الصحية على الجانب الوقائي، لهذا الغرض قامت بوضع استراتيجيات وخطط تهدف إلى حشد الموارد والجهود المشتركة للجهات المعنية لتخفيف العبء على المرضى والنظام الصحي والمجتمع عموماً. من بين الخطط الوطنية إصدار قرارات تسمح من خلالها تقليص وضبط المواد التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح والعمل على بعث قواعد النظام الغذائي الصحي السليم. كاين علاقة تاع السكر إلا في بعض المنتوجات، يعني بعض المشروبات، خطرش المشروبات واش حنا عندنا المياه مثلا، المياه المعدنية ما فيهم السكر، فهمت كيفاش؟ إذن السكر يعني غير العصائر والنكتار والمشروبات اللي فيها يعني نكهات العصائر، لي جو لي نكتار لي بواسون او جو. من وكاين هذا فيه قرار وزاري مشترك اللي يدير جميع المقاييس، يعني يعرف واش هو المنتوجات واش هما الخصائص اللي فيها، وكذلك الكمية تاع السكر اللي ما لازمش تكون في العصير الطبيعي صفر، يعني صفر غرام من السكر المضاف، بل مسموح أن يكون في النكتار، مما يسمى النكتار. النكتار هي خليط من الفواكه والسكر والماء، هذا هو. والقرار الوزاري المشترك واحد آخر هو يخص المشروبات الغازية اللي اسمهم لي بواسون رافريشيسونت. ما نعني بالمشروبات الغازية؟ الصودا، عندها تسمية صودا، ليموناد، لي بواسون أروماتيزي اللي فيهم لي زاروم النكهات. إذن هذا هو في في فيها الشاي، الشاي لوتي يعني غلاسي، فيها لي بواسون انرجيزونت اللي فيها الطاقه، هادو كاع فيهم مقاييس موحه تدا. بالنسبه للجمعيه درنا اجتماع داخلي وين جميع المنتجين نتاع هذا المشروبات رانا فصلنا لهم كاع يعني المقاييس هذو اللي راهي اللي موجوده في القرارات الوزاريه المشتركه اللي راهم خرجوا في الجريده الرسميه. اذا يكون اجباري في ابتداء من هذا يعني ليضات هذا المذكورات سانفة. تبني سلوكات وأنماط صحية سليمة داخل المجتمع الجزائري يرتقي بالصحة العمومية ويسعى في نشر ثقافة الوقاية. فاطمة الزهراء جرارد، لا طالما تحدثنا عن تركيز السكر في العصائر والمشروبات، حتى أنه عملت ريبورتاج في دخلت المقهى أنه يقول لك صاحب المقهى نحط سكر حتى يفهم المواطن السكر في ظرف 5 دقائق. الجزائر يضع 5-6 معالق يعني سكر داخل القهوة، لكن اليوم عندما نتكلموا حتى مع الجمعية جمعية المنتجين يقول لك إحنا عندنا مشكل جزائري والف الحلاوة، واليوم الشعار تاعكم الحياة أحلى عندما نقص الحلاوة، ولكن الجزائري لا يريد. لا الجزائري شوفي السلوكيات تأخذ وقت، يعني كما قلوا كل السلوكيات الأخصائيين في السوسيولوجي يقول لك بلي كل السلوكيات تأخذ وقت باش تتغير، لكن لازمنا كما قلوا احنا أما تخاكاش كما درنا لازمنا قانون. قانون اليوم صدر القانون، خرج قانون وأخيرا خرج القانون فيما يخص لي بواسون، يعني المشروب
المشروبات مع لي اوجو العصائر مع لي جو، وخرج القانون فيما يخص المشروبات المنعشه. القانون علم نشوفوا مع الجمعيه تقول لك علاش اهتموا غير باللي بواسون قبل مواد اخرى. سمحي لي دكتور جميله حتى نفهم واش خرج فيه. خفض نسبه السكر فيما يخص لي جو، باش نقولوا جو ديجا ما يكون فيه لا سكر زياده لا ايدولكورون لا والو. المشروبات كما يقولوا لي بواسون او جو هذيك اللي خفضنا 10% فيما يخص التركيز. فيما يخص لي بواسون رافريشيسون لحقنا 10.5 غرام في الليتر، يعني باش تشوفي رانا كما يقولوا لي شحال كاين في العالم. كنا 18 فاصل يعني باش نشوفوا، مي بديناها تدريجيا يعني يمكن بديناها اكثر من عندنا من 10 سنين وحنا نقصوا باثنين بثلاثه. يعني سيكون تطبيق اليوم اوبليجي ترافقوا زياره وزاره التجاره وزاره الصناعه، لان لي جو سي وزاره الصناعه هي اللي دارتهم، ولي بواسون ريفريشيسون سي وزاره التجاره. هذا يعني ما نقوله، لكن المشكله ان كثير ما يفهموش. يقول لك علاش سي سونت اتاكي كما يقولوا حنايا للمشروبات وما شدوش كل هذا. فهمنا يعني لماذا المشروبات باش نفهموا. الان سكون ابل لاندكس غليسيميك باش يفهموا مؤشر المشروبات. كي تشربي مشروب فيه السكر الجسم تاعك يمتصو يعني غابيدمون، وهذا ما يجعل ان تكون هناك يعني كما يقولوا طاقه كبيره في يعني اللي دخلت الجسم. فلما ياخذ هذه الطاقه كبيره لما ناخذوا المواد الغذائيه اللي تكون عندها كما يقولوا حنايا اون فالور نوتريتيف الجسم تاعنا ما راحش يابسوربيها. فهمتي كيفاش؟ سي بور سا اون ا كومونسي بار لي جو اللي عندهم تاثير كبير على الجسم. هذا ما يعنيش اننا ما راحينش نشوفوا المواد الغذائيه الاخرى، لكن اللي كما نقولوا احنا السكريات اللي يمكن الجسم تاعنا ياخذها من المواد الغذائيه النافعه للجسم ما ياخذهاش، لانه كي نشربوا المشروبات هذه السكريه تطلع يعني في الجسم وتبلوكي لابسوربسيون تاع لي سكر نوبل. ولكن دكتور نادر هو حقيقه احنا متاخرين كثير في هذا الموضوع، واليوم لازمنا كما نقول لك اون اتاك سور تو لي فرون، يعني ما نروحوش كل جبهات. كل جبهات. احنا دركا كجمعيه حمايه المستهلك الامان احنا ماذا بينا نتكلموا على المشروبات، نتكلموا على الحلويات، نتكلموا على البسكويتري، على الياورت، على الحليب، على هذه الامور كامل في مره واحده. بما انه كاين مجهود سياسي واداري في هذا المجال، ولما لا ما نعموش على كل المنتوجات الاخرين؟ يعني هذا الوقت انا دائما هذا الوقت نقول الوقت الضائع هذا في صحتنا. يعني اليوم قد ما نطبلوا قد ما الناس راهي توالف وناس راهي تدمن على هذه المنتوجات اللي هي راهي داتنا مباشره الى امراض في حوالي 95%. هذا راه مشكل كبير. وايضا اسمح لي دكتوره، يعني لما يكونوا اجراءات كما هذويا حنا كي نقولوا الناس نخرجوا في حامه حساسيه نقولوا ما تشربش، يقول لك واش ناكل؟ الفاكهه غاليه وهذيك ما قدرت لها شو هذيك. اليوم ايضا وعلى هذيك قلت انا فيه تشابك تاع القطاعات. اليوم القرص لو يدير حوالي 400 دينار. هنا كاين معناتها خلل كبير في ضبط السوق نتاع القرص ولا تاع البرتقال. تشينا يدير 35,000 حتى 40,000 الكيلو، التفاح له وفات 50-60,000 الكيلو. هنا المستهلك اليوم يقول لك صح حنا حابين حنا نقول لهم اشرب الماء ماكش محتاجه حتى ذاك الجوي، ولكن اليوم كاين فئه اللي هو يقول لك بصح حنا ما قدرتش الفاكهه باه نكلخ لولادي. لكن هناك ايضا ثقافه رسخت مؤخرا. يعني سامحني اعطيت مثلا منذ قليل السعر اللي تدفعه الام مثلا الاب يشري العصير لوليدو واللوم في اللومجة. يعني في الوقت المضى انه مثلا المراه كانت هي تطبخ مثلا في البيت، يعني اليوم لازم تكون هناك ادله وحجج اللي تجعلنا مثلا نقولوا شحال عقلانيه، يعني ترتكز على تكاليف معينه. نعم. تعطينا رؤيه واضحه لانه هذه الميزانيه في العائله. نعم. يخرجوا حنا درنا اقتراح. نعم. هذا وين كاين اعداد لبرنامج يعني ان طابلو باش نديروا الميزانيه تاع كل عائله. نعم. ويعرف كل عائله حسب المدخول ديالو واش يخصص للاكل. ولكن اليوم انا نستغل هذه الفرص باش نقول بلك انه الصحه ما راهيش غير في منع. نعم. احنا منذ 2018 وحنا في اجراءات مع وزاره التجاره وراهم يتفرجوا فينا والملح مثلا
باش نقصوا باش نخفضوا من الملح والسكر والمواد الدسمه. لا يزال نعم. انا جايك على الملح نعم. ولكن في نفس الوقت في هذه الفرصه نستغلها ان نقول ندير يعني جابيل لي كونسيونس تاع المسؤولين لانه نحن الشعب عندنا حكومه اللي راهي تاثرنا انه زون كادر اليوم لازم نضبط السوق نتاع الفواكه والخضره مليح. الفواكه به الجزائري يقدر يلقى شويه سكر في حبه تمر، يلقى شويه يعني انرجي في حبه تشينا والى اخره. اما الملح اليوم واش لماذا وزاره التجاره سمعت النداء على السكر وما سمعتش النداء على الملح؟ الخبازين تاعنا اليوم ما يتفرجوا فينا، عم يديروا زوج كيلو تاع ملح كانوا 2 كيلو في باليطا يعني معناتها في 100 كيلو تفاعل. الملح يكبر مش غير يكبر مش غير يكبر برك اليوم زادوا حتى السكر هذاك اللي فيه كروستيون تاع لو بان هذاك باضافه السكر عم يديروا كيما يحبوا باه يبيعوا الخبز نتاعهم لانه الخبز تاعهم خطرات ما يتباعش لانه الفارين ماشي مليحه لي زانطرون ماهمش ملاح. نعوضوا لو كو نعوضوا لا فورم بالسكر والملح. ولكن 2 كيلوغرام تاع ملح في 100 كيلوغرام نتاع فارينا وفي بعض الاحيان الملح ماهوش ايودي يعني هل هذا صحيح؟ عندكم تحقيقات ميدانيه؟ كاينه تحقيقات وكاين شكاوي وزاره التجاره بالمفتشين تاعهم على بالهم حكموا شحال من واحد شحال من واحد الارقام يعطيهم لكم هما مدام انا ما عنديش الارقام نقدر وحتى يكون عندي ما نقدرش ندهم لانه نخليهم هما كاين امور في العداله والى اخره. اذا اليوم الملح لماذا وزاره التجاره ما زادتش حددت الملح اللي لازم نديروه في الخبز؟ دكتوره جميله ندير لا درنا معهم اجتماع فيما يخص يعني نشهدوا مع وزاره التجاره فيما يخص الملح في لابال تاع الخبز. الاول كي بدينا كان 2 كيلو 800 هبطناه ل 1 كيلو 800 يعني نقص الملح. المشكله هو ان تطبيق الخبازين يلزم شحال تقول دكتور؟ لا تقول لك لا كونسوماسيون تاع لو سيل اجوتي اي ديباس با 4 غرام جور عند المواطن 4 غرام تطبيق الخبازين كمل الفكره. لا الخبازين الان يمكن ماهمش يطبقوا قلت لك المشكله لماذا القانون اليوم كان قانون تكون جهات تراقب على تدسيس القانون. لا الان لازم مراقبه كبيره هذا واش نقولوا يلزم فيما يخص الخبز لانه الجزائريين ياكلوا الخبز بزاف وهذا يعني حتى هذا النمط الغذائي لازم نبدلوه لان الخبز فيه سكريات كثير كما قال لك اون باغيت دو بان سي 27 مورسو دو سكر باش يفهموها المواطنين. تعلمنا ناكلوا بالخبز كل شيء لازم الان نغيروا الغذاء. نعم. قلت لك كثير من الخبازين يحبوا يخليوا الملح لان الملح يشد الماء والماء يزيد في وزن لكن هما يحبوا وهذا ما يخليوه دكتورة نادية جميلة هما يحبوا على صح المراقبة لازم حتى يفهم المواطن كل واحد يدافع على الملح تاعو لكن اليوم الدولة موجودة لازم يكون الان كما نقولوا حنايا ان اريتي بيان فيكس كي فيكس لا كونتيتي تاع الملح في الخبز في الخبزه ويكون هناك مراقبه في مازال ما كاش وهذا مش يعني احنا مش وزاره الصحه اللي راح تراقب لي بولونشي لازم نعملوا على هذا التنسيق بين الوزارات. ولكن اليوم لازم التطبيق الميداني لازم من درك الخبز يخليه يجي من السوس خليه ما نتقبلوش. انا ماذا بيا البولونجي يخرج خبز تاعو من السوس باه نقصوا من الاستهلاك تاعو. سيد منور ونقول لك يا دكتوره في نفس السياق حتى انه الجزائر اللي لازم يدخل في هذه الحلقة لأنه تحقيق ويت ستيبس وجدنا أن الناس يزيدوا الملح بلا ما يذوقوا. احنا يعني باش نذكر برك الامهات اللي في الديار واش نقول لهم؟ نقول لهم نحوا هذيك الملاحه هذيك من الطابله نحوها باش نبيرديو لابيتيود. المشكله قلت لك كي درنا لانكيت ستابس هذه شنو يقول لك قبل ما يدوق كاع لو يزيد هي سلوكيات قلت لك كل هذا نمط يعني الوقايه الان الدور تاعها اننا كيما قلت لك يكون ان ماتراكاج يعني نعاودوا الاخر ونقول لهم باللي الملح حول المشكله تاعو على الصحه ويعرفوها كيف نعمل فيما يخص الان اللي نوريسون. هاي الصوره هاي واللي نوريسون الان السكر الملح والزيت هذوما اعداء ثلاثه لصحتك. واليوم العديد من الوزارات لازم تدخل في هذه الاستراتيجيه وحتى نحن الاعلام ايضا مهيبه فيما يخص الملح والسكر الان
نقولوا لما المولود الجديد هذا يعني كيلحق الوقت وين ندخلوا الاكل ما نزيدوا لا سكر لا ملح صحيح. حتى نربيه على هذا ان يبعد هذا المذاق كيكبر يبعد هذا الاخر باش النتائج لازم لها يعني سنين باش تعطي ولان الوقايه تشمل اليوم كل ولايات الوطن بهذا البرنامج اللي عملته وزاره الصحه ان شاء الله ما يكونش برنامج في اسبوع كما قالك ينسق كل الوزارات أسست المعنية لأنه إحنا ربحوا كلنا والإعلام لأنه لو يعني لو كنا نستمروا بهذه الطريقة سنخسر كلنا سيدة وهبة كنت سمحني أقول لك أو جاي سيدنا رمضان ونعرف بلك في رمضان نكتروا حصص نتاع الطبخ والماكلة والإشهار للمواد المسرطنة والممرضة أكثر إحنا ماذا بنا في رمضان يعني مقابل ذلك يكتروا حملات تحسيسية وسائل إعلام لأنه في ذلك الوقت وين قعدوا في الطابلة وين نوريوا 4 ساعة تاع بيبليسيتي على الغازوز والجو شغل هذيك البارح يعني إحنا ماذا بناكم في ذلك الوقت يعني كل المنظمات والجمعيات اللي راهي دير في تحسيس والتوعيه باش نغيروا النمط الاستهلاكي تصح لهم ولا كانت 30 ثانيه قالوا دو بالكم اسمح لي البارح يعني في التلفزيون كنت قاعده في العشاء نشوف يديروا دي بوبليسيتي لواحد الحلوه تاع للدراري ويوريك الطريق واش كنتي تاكلي دكتوره ندير واش كنتي تاكلي البارح طعام البارح لا انا مشيت عند الفول مشرمل باش نقول الفول مشرمل بصحتك انا لازم توري لي كيفاش عامله وننتقل الى ورقله اين يدخل معنا على طريق الاتصال الهاتفي مدير الصحه سي طارق بالباي مدير ولايه ورقله اهلا وسهلا بك صباح الخير اخت وهبه صباح الخير لكل مرافقين معك شكرا لك منطقتكم مشهوره بالبندراك بالبندراك انا اكله صحيه شويه اكله صحيه بس خاصه عشبه البندراك ايه كاش نهار ان شاء الله نجون مرحبا بكم مرحبا هذا هو الاكل الصحي يعني الطبيعي تاعنا التنوع في الاستهلاك نعم اليوم عندما نتكلموا على الوقايه ايضا سادتي الكرام ناخذ خصوصيات كل منطقه مثلا اليوم منطقه الجنوب ما هي الخصوصيات الوبائيه اللي تعيشها المنطقه واليوم انا يعني نرجو انه نعاودوا نولوا إلى الخارطة الصحية اللي عندها كل منطقة خصوصيتها وبها نجحنا في القضاء على عديد الأمراض نعم بالفعل يعني خاصة رانا رايحين نحيوا اليوم الوطني للوقاية اللي هو تحت شعار الوقاية من أجل صحة أفضل فنعمل الآن مواصلة لكلام النقاش اللي كان السابق فنعمل جاءت بصيغة الجمع يعني معناها كل القطاعات معنية بهذا بالوقاية ليس فقط الصحة فيما يخص المنطقة وخاصة منطقة ورقلة أو الجنوب يعني إضافة إلى المحاور السبعة اللي راها معنية بهذه الأيام خلال أسبوع الوقاية يعني كان منطقة ورقلة يعني ما يخص خصصنا كذلك فيما يخص اللسعات العقارب لأن نعرف المنطقة ورقلة أنها يعني فيها عدد تترأس من بين المناطق اللي فيها منتشرة الكثير فيها عدد كبير من لسعات العقارب ضعنا في الصورة العدد مثلا شحال نسبة العام الماضي كانت عدد اللسعات 834 لسعة عقرب يعني عدد كبير وكبير جدا إضافة إلى حالة وفاة واحدة يعني إحنا ورانا هذا العمل اللي رانا نعمله فيه في إطار الوقاية هذا بتكاتف جهود كل القطاعات المعنية ما فيها البيئة ما فيها البلديات لأجل يعني تقليص عدد اللسعات والوفيات الحمد لله ولكن حنا وفاة واحدة يعني مهما تكون وفاة واحدة راها يعني حياة إنسان ولكن يعني مقارنة بالسنوات السابقة وين كانت يعني في السنوات السابقة ممكن نتكلم على سنة التسعينات والتسعينات يعني كنا لحقنا إلى 25 وفاة يعني ونقول الحمد لله ولكن دائما لحالة وفاة واحدة دائما تبقى يعني كثير جدا ومهم إشراك أيضا الجماعات المحلية لأنه نعرف أنه لسعات العقرب تدخل فيها مثلا مشاكل في النظافة الإضاءة إلى غير ذلك بالفعل ما هذا الشيء اللي رانا نعمل فيه دائما مع الجماعات المحلية لأجل خاصة رفع الردوم للبنايات اللي دائما نراها منتشرة كثير ونكون هي ملجأ
ومخبأ لهذا الحيوان هذا العقارب، وكذلك الإضاءة اللي لازم تكون الإضاءة والنظافة. نعم. هذا من العوامل اللي تخلي تقلص وما تخليش أن العقرب والحيوان تاع العقرب يكون في هذه الأماكن هذه. ومكاتب النظافة تعمل اليوم اللي يعني نشوفوا أنه تلاشت نوعا ما السنوات الأخيرة. بالفعل يعني بعد ما مكاتب النظافة على مستوى البلديات أصبحت تتكفل بها البلدية. سابق كانت الصحة هي اللي تتكفل بها. يعني نقص في التكوين، هذا كنا قد تقدمنا خاصة مع والي الولاية ورقلة. نعم. مع والي ولاية ورقلة لأجل وباجتماع رؤساء جميع البلديات أننا يعني نتكفل بتكوين أعوان هذا المكاتب الصحة المتواجدة على مستوى البلديات حتى نطلعهم كيفية العمل والاندماج معنا في هذا الإطار تاع الوقاية. نعم. ما هي الأماكن اليوم راح تكون فيها هذه النشاطات هذا الأسبوع حتى المواطن المرقلي اللي سمعنا اليوم يروح لعندها؟ هي الأماكن، كل الأماكن. نعطي مثل ورقلة، عندنا محطة نهاية ترامواي، الأروقة الجزائرية سابقا، ساحة البلدية عين البيضاء، مجمع سيلة سيدي خويل، مراكز التكوين المهني، كل العيادات وكذلك المدارس والثانويات. نعم. اللي راح تكون فيها كذلك اولادنا فيما يخص خاصه التغذيه والنشاط. نعم. النشاط الرياضي، المستشفيات كامل على مستوى. نعم. الولايه، هذه هي الاماكن اللي راح تكون فيها كامل، والساحات. نعم. العموميه والمدارس ومدارس التكوين المهني. نعم. والساحات العموميه. شكرا. والمستشفيات وعيادات العيادات الجواريه. نعم. شكرا لك سيد طارق بالباي، ان شاء الله نتلاقاو في فرص اخرى. تحياتنا لكل مواطنين ولايه ورقله. شكرا لك. شكرا لك. تكلم على لساعات العقرب، تكلموا ايضا على داء الكلب ايضا اللي يكلف الدوله الكثير سيد خالدي، والوقايه تاعو يعني تقدر تخلينا نحو لازال لحد الساعة وفيات جراء داء الكلب. بالفعل سيدتي، إذا كان طرحتي هذا السؤال هذا، حتى وإن كانت حالات نادرة تبقى بعض الحالات. نعم. وغير مشرفة للجزائر اللي اليوم تتكفل الجزائر بالساكنة إطلاقا سيدتي. نعم. إذا كان شفنا كل الهياكل اللي تكلمنا عليهم والأموال والاعتمادات المسخرة لهذا الشيء، ومن بعد نتكلموا في 2023 على حالة وفاة من جراء داء الكلب، مع العلم أنه فيه كل سبل التكفل بهذه الحالات. تبقى كما قلت سيدتي حالات نادرة والتي يبدأ التكفل بها على مستوى كل المؤسسات الصحية، ولكن لا قدر الله كيكون تكلف الكثير لخزينة الصحة، وكيكون تكفل متأخر راح تؤدي إلى الوفاة. صحيح. أكثر من أنك الدولة تتكبد مصاريف كبيرة. نعم. وفي الأخير راح تكون فيه وفاة. نعم. وبالتالي اليوم سيد خالدي، اليوم نتكلم عن المكاتب، مكاتب النظافة، نتكلم أيضا عن مكاتب الوقاية، يعني الأطباء. نعم. مصالح الطب الوقائي اللي تعتبر عمود المنظومة الصحية، اليوم تعاني من نقص الوسائل، أحيانا ما كاش سيارات حتى يعملوا التحقيق الوبائي. ما هو الجديد في هذا الشأن؟ هي سيدتي، إذا كانت ناولتي باب بعض المشاكل نقولوا باللي فيه مشاكل، لأنه إذا كان لحقنا وين قلنا باللي ما فيش مشاكل لازم يكون فيه عملية تقييم شخص الحالة حتى نحسنوا نفسنا. نعم. معك على طول خط سيدتي. نعم. إذن لسمب كما سبق وقلتهم سيدتي، مصالح الطب الوقائي المتواجدة على كامل التراب الوطني من خلال المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. نعم. وكذا المؤسسات الصحية العمومية تقوم بدورها برغم الصعوبات اللي ذكرتها سيدتي. مثلا راح نصيب باللي بعض وحدات الطب الوقائي ما عندهاش وسائل نقل تغطي مساحات شاسعة. بالفعل. ولكن هذا ما يمنعش أن نتمنوا المجهودات اللي راهم يقوموا فيهم. وش دير مثلا في الجانب الوقائي حتى يفهم المواطن؟ إذن وحدات الطب الوقائي تتكفل بمتابعة كل الجوانب الوقائية للمواطن الجزائري على مستوى الهياكل الصحية أو على مستوى المحلات التي يتم افتتاحها أو كذا، متابعة صحة المواطن على مستوى الإقليم
الجغرافي. إذن في المدرسة، في مركز التكوين، في المؤسسة العقابية، هادو كامل تقوم بمتابعتهم وتغطيتهم. ومكاتب الوقائي، مكاتب الطب الوقائي، مكتب النظافة الوقائية اللي متواجد على مستوى كل بلديات الوطن الجزائري، واللي تلقاي على مستواه طبيب عام وعنده نعم وبيطري وعنده كما نقولوا مستخدمين متخصصين صلاحيات تاعها ترقم مثلا نعم. لكن اليوم النجاعه تاعها والله خليني نقول انه هذا عندنا فيه ضعف كبير ولازم نقولها، برغم انه الدوله حط لهم وسائل. انا نعرف بلي 2018 2019 عطاهم كامل السياره لكل بلديه باش يستعملوها المكاتب هذه، عندهم مشاكل يعني. ولكن المشكل الكبير الاول انه عملهم راهو محصور ومضيق، لانه في الاخير يحكم فيهم رئيس بلديه اللي هو اكيد يعمل في السياسه، وحنا نعرفوا ليس عيب انه نعرفوا كثير انه كاين محاضر كثيره تندرت مع المكاتب النظافة على مطاعم على مقاهي اللي هما ما يحترموش المعايير، ولكن في الاخر ما قدوش يغلقوا لهم لانه فيه تدخلات، فيه معطيات، فيه هذاك السلم الاجتماعي اللي وسقى منه يعني بزاف. حنا كجمعية الامان لحماية المستهلك طلبنا منذ سنوات انه هذه المكاتب 1541 مكتب لا يعاودوا يروحوا في مرصد وطني، يعني ما يحكمش فيهم رئيس بلدية ولا اي قطاع. لماذا؟ فيهم البيطري على الصحة الحيوانية البيطرية هو هذا تابع الفلاح، عندهم الصحة العمومية وتابع وزارة الصحة، ثم عندهم المجمعات المحلية والبيئة أيضا البيئة يعني قطاع تاع البيئة باش ما نساوش، لأنه اليوم كي ندخل في أي بلدية حتى في العاصمة يعني في العاصمة ماش منروحوش بعيد نلقاو المحيط غير نظيف، نلقاو مستنقعات باه نربو فيهم الناموس من درك هكذا نربوهم نخليهم يولدوا، هذا هو الوقت هو هذوك باش يحاربوهم يحاربوهمش يخلوهم حتى للصيف. بعد نلقاو النفايات مرميين، نلقاو التلوث الهوائي بسبب بعض المصانع، بسبب بعض التجارة العشوائية ولا بعض الخدمات العشوائية، ثم نلقاو انتشار الأمراض على جال الماء اللي هو خطرات ماشي كامل يديروا له تحاليل، ونلقاو ايضا هذه المتابعه الصحيه الصحه العموميه، وزيد على ذلك المتابعه تاع المذابح. اليوم نعرفهم يتبعوا في المذبح اللي هو رسمي اللي هو مسجل، ولكن المذبح الغير الشرعية العشوائية يقول لك انا ما نتبعهاش لانه انا ماشي شغلي، والخاطر الكبير هو يجينا من هذوك المذابح العشوائية. اذا اليوم هذا المكتب اللي يتصرف عليه الدولة لازم يكون فعال في اطار الوقاية. في اطار الوقاية احنا ما نقومش داويونا ولا حلنا المشاكل. الوقاية هو انه نبلغ يبلغ لمن يبلغ دوره كبير دكتور انا يكون يبلغ يكون يبلغ للمير برك ما تكفيش، لازم يبلغ الهيئة عالية في السلطة. هو التحقيق الوبائي قال لك سيد خالدي تلحقهم للوزارة، تلحقهم يعني مثلا تحقيقات ميدانية لهذه المصالح تلحق تحقيقات، لكن تحرك المؤسسات الأخرى على ما تسفها. ولكن كما قلت سيدتي أنه الوقاية هي مشكلة الجميع، نعم يجب تدخل كل القطاعات في هذه المسألة، نعم لأنه الوقاية ما تبداش وتنتهي في الصحة، لا الوقاية معناتها المدرسة، معناتها المسجد، معناتها المحيط، معناتها الملعب، العائلة، معناتها العائلة اللي هو أساس كل الممارسات السيئة أو الحسنة، واللي راهي تكون هي اللي راهي تكون في هذا الجيل اللي راهي يكون عنده ممارسات غير صحية. صحيح. وستكلفنا الكثير. إلى أن نابا نرحل مع سيد دعماش محمد الناصر وهو مدير الصحة بعنابة. نتكلم عن الأكل الصحي أيضا، تكلمنا عن الجنوب البندراك في عنابة، وش عندهم سي خالدي صحي؟ مازال ما ضيفوناش سي دعماش. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، أهلا بالتلفزة الجزائرية. مرحبا بك. عندكم البريكة لكن ليس صحي من الفن غير البريكة كلش. عنابة جميلة، عنابة ساحلية. اليوم تكلم سي حسان على دور هذه المكاتب اللي هي مكتسب للجزائر، واليوم يعني احنا غيورين على باش تكون ناجعة أكثر. ما هو اليوم دورها في عنابة مثلا، واليوم ما هي خصائص أيضا الصحية اللي تعيشها ولاية عنابة؟ طبعا يعني نشكركم على تسجيل هذا الموضوع، هذا
هذا اللي هام جدا وراو لي داكتواليتي يعني ما كانش العام 23 بشرط خير لقطاع الصحه والمواطنين العنايه الخاصه اللي راح توليها الدوله ووزاره الصحه للوقايه. نعرفوا باللي الان كاين توجه الدوله ووزاره الصحه لمساله الوقايه ويقولوا وقايه خير من العلاج. صحيح. نخرج شويه من العلاج ون سو كونسونتر سور الوقايه وكل الجوانب نتاعها. تعرفوا باللي الوقايه الامراض المزمنه الضغط الدموي السكري كل المسائل اللي تخص الامراض المتنقله المعديه الاوبئه هذه لازم تكون عندها تكون عندنا عنايه كبيره لان الانعكاسات على المواطن هي خطيرة جدا لما ما نهتمش منها وتصبح في المستشفيات وفي علاج يعني عناية ثقيل يعني ثقيل بالأموال والانعكاسات على المواطن. نعم. تكلمت على أنه عنابة هي منطقة أيضا اقتصادية وصناعية بامتياز. هل اليوم عندكم خصائص مثلا وبائية لهذه المنطقة وهل هناك استراتيجية استشرافية؟ طبعا احنا بلادنا الله يبارك راهو سيتا كونتينون وقارة وراها كل من ولاية لولاية من ناحية إلى ناحية كان خصائص اللي تتميز بها بعض الولايات ووزارة الصحة على ذراع على هذه الأمور هذه. مثلا عنابة الخصائص نتاعها هي معروفة باللي راهي ولاية صناعية وصناعية محض يعني وكاين سكون ابل لو سيكتور دو لا سيديرورجي و اسميدال تو سكي اونغري فوسفاتي. اذا هاد الامور تخلي ترافقها استراتيجية صحية مثلا على الامراض التنفسية الحساسية. احنا في مديرية الصحة رانا نراقب مع الانفيرونمون البيئة والتجارة راح نراقب هاد الامور هذه ونعتني بالمرضى نتاعنا ونعملوا دي زيتود باش نشوفوا لكن ما يتاثرش المواطن فيما يخص لا بوليسيون وغير ذاك ولكن يستلزم على هاد الاندستري هادي تحط دي ديسبوزيسيون سبيسيال باش تحمي المواطن. احنا رانا مندمجين في واحد الطاقم تحت رعايه الوالي باش نعسوا هاد الامور. وعنابه عندها خصائص اخرى هي منطقه سياحيه يعني ولايه سياحيه ويعني بامتياز طبعا ولا بوبولاسيون تاعها في جويلي اوت ترتفع من 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 1 الى 10 اضعاف يعني وتكون تكثف سكاني واحتياجات هذا السياح يعني من بلادنا يجيو مرحبا بهم ولكن لازم نحضروا رواحنا فيما يخص المستشفيات فيما يخص الوقايه فيما يخص التسمم الغذائي. صحيح. يا لي ريستوران وحنا نعملوا في اطار بريغاد باش مع سيد عماش فقط هذا الاسبوع وين يقدر يتوجه المواطن العنابي حتى يستفاد من نصائح في هذا المجال؟ نعم احنا في هذا المجال اذا يعني اول حاجه هو نشر كل ما يستلزم المواطن باش نوعيه باللي الامور الوقائيه تعتمد عليه شخصيا اولا قبل كل شيء هو المواطن مواطنه لازم الانسان يستحفظ بروحه حلقه مهمه. نعم ومن بعد الانترسيكتورياليتي البلديات معنيه بالامر الولايه معنيه بالامر. صحيح. كما كان يقول الأخ قبيلتك العائلة معنية بالأمر. صحيح. قطاع التربية معني بالأمر. يعني سيد عماش اليوم المواطن في هذا الأسبوع يقدر يروح لأي مناطق يعني وين تعملوا الأسبوع؟ أولا صح رح نستعملوا إذاعة عنابة. نعم. معنا طيلة الأسبوع رح يكونوا متدخلين أخصائيين. جميل. كل يوم رح يتكلموا مع العائلات
لان كان المراه الماكثه في البيت كاين السائق ديال التاكسي هذا نروحو ديريكتومون غراس على راديو. ثانيا لازم كل المؤسسات الصحيه تعمل ابواب مفتوحه و دي بورت اوفيرت ويكونوا دي جون يستقبلوهم يسمعوا المواطنين الاسئله تاع المواطنين ويجاوبوهم ويبقى رانا على نحن نروحوا للقرى ونروحوا للقاعات العلاج ونخليونا شكرا اون موبيليزي لي ميديسان لي زانفيرميي كي سون في المناطق الظل مثلا باش يفتحوا المجال الكلام مع المواطنين. نعم مهم جدا. يعطيك الصحة سيد دعماش. شكرا جزيلا وسلامنا الحار إلى سكان عنابة. لما يتبقى لدينا الكثير من الوقت. صور التدخين سيد خالدي. التدخين اللي كرس له القانون مواد قانونية لمكافحة الإدمان من المخدرات والتدخين بقوة. نعم سيد منور. أطفالنا ولكن مازال باقي عمل كبير فيما يخص محاربة التدخين إلى طباجيزم بما أنه اليوم ولو كاين قوانين ولكن التفعيل تاعها مازال ضعيف. مازال أماكن عمومية ناس تكيف فيها والضر مازال السعر نتاع الباكي تاع الدخان بزاف رخيص في بلادنا ومازال قادر يزيد في السومة باش 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 نديكوراجيو التدخين. باش ما نشجعوش اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض لأنه في وقت ماذا كانت وانطفأت شمعتها اليوم الآن يعني عاود خرج كما نقول احنا مقرر رئاسي فيما يخص تحيينها هي اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومكافحة الأمراض غير المتنقلة. الآن يعني الخرج نستناو منها حاجة إن شاء الله يا رب إن شاء الله. الآن مادام رانا في قلنا مهم جدا مهم جدا الهدف تاعنا يعني فيما يخص الوقاية الآن مع الأسبوع الوقائي اللي يخلي كل القطاعات تشارك معنية. الحمد لله جو كل القطاعات أننا نعمل يعني الجوارية الآن حتى يكون هناك. تشرب الكثير من الماء إن شاء الله ولابد لأنه يلقيك البلاء. هذه هي سيد حسان. أنا بغيت قبل ما تخص حسان نتكلم على تلوث البيئة. نعم. تلوث الهواء وجمعية الأمان طلبت هذه منذ 2018 أنه في المدن الكبرى في المدن الكبرى يكونوا دي زانديكاتور دو بوليسيون مؤشرات يعني صحيح يعني يكونوا كواشف باش يمدوا المعلومة كل يوم وعندنا إذاعات حتى في النشرات الجوية من المفروض نعم أيوا في النشرات الجوية وخاصة في الإذاعات المحلية نقولوا اليوم في العاصمة تلوث ربات النسبة بهالطريقة هذه راح نضيفي لي كونسيونس يعني نحيي الضمائر على المشكل هذا حاسبين أنه في الجزائر ما عندناش مشكلة تلوث وعندنا أو عندنا مشكلة راهو يسبب أمراض كثيرة وهذا أيضا داخل في الوقاية ولا لا سيدة نادر. سيد خالدي الغذاء غذاؤك اليوم هو صحتك غدا. نأكد لك باللي رسالة قوية ومعبرة. وش هو غذاك المفضل؟ كسكسي بالخضر. والله ما نكبرش عليك غذاء الشعب كذلك وانت جميلة نادر الغذاء الكامل هذاك هو وحدنا بلا تاع خضر وما ناش نستغلوها للأسف. المخرجة تسأل على الفول هذه لازم تعطينا الطبخة هذه من جيجل أم من العاصمة؟ العاصمة الفول مشرمل المشربين نحن نعرفوا طبيخة هذا رجعناها حصة الطبخ سيد لا الملوحة في الفول هو أنه يكون دائما في الفصل تاعه لا يكون في الفصل وأيضا ما فيش البيستيسيد نعم عم يغرسوها في أماكن عم يقولوا لي الحماس الحار والبربوشة يعني رانا غذائنا متنوع تكربابين في بجاية سبعيش في القرنينة المحلية ساغديوس المملوءة بالألياف نعم. يعني حتى اليوم حتى في الإعلام لازم نديروا ترويج للأعشاب تاعنا في منطقة شرشال مثلا عندهم الكبيرة شوفي وهيبة قبل ما يكون الغزو كما قولوا احنا تاع الفضائيات كان الغذاء تاع المتوسط هو الأمثل صحيح. في العالم صحيح. كامل تخلينا عليه ودخلنا في يعني التأثير تاع الفضائيات حان الوقت إذا دكتورة جميلة حتى رجع هذا نعم يعني وننسق ما بين كل لم يتبقى لدينا كثير زيت الزيتون اللي ما ناش نستهلكوها راح نخلصوها غالية اليوم لو استثمر في يعني توفير الزيت بسعر
لائق للمواطن باه يتخلى على الزيت. يعني ما كاش بيت العائلة ما عندوش زيت الزيتون. لا 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 لا, لا سمحي لي. نعم أنا أقول لك أنا أقول لك لا لا لا. نعم هذا اللي يعرف غير صحاب العاصمة ولا صحاب الشمال. أنا نمشي كثير مناطق صحراوية يقول لي الناس صحابي يقول لي هذا العام استهلكنا قريب ليترة تاع الزيت وتبانهم حاجة كبيرة. الله هو المعدل تاع الاستهلاك تاع الإنسان هو لازم يكون عنده حوالي 12 لتر في العام. وهذا دوركم للواحد ودورنا. لا احنا دورنا ودور كل مؤسسات حتى نعيد الترويج. حتى قالوا لي الكرموس مثلا أو التين الجاف على فيما يخص سكان الصحراء لأن في الذهنية تاعهم أن زيت الزيتون هو دواء على هذيك ياخذوا غير قليل ياخذوا كي الدواء كيما يقولوا على بها هذا صحيح. تصبح هي امر وقائي صحيح. احنا رانا من البديهيات في الطبخ الجزائري نستهلكوا حوالي 20 سنتيلتر للفرد في السنه. لما نقارنوا نفوسنا مع لي غريك ولا الايطاليين راهم حوالي 15 لتر في للفرد في السنه. اذا هذا او يضعف لنا من نقول لك المقاومه تاع الامراض. مهم جدا. سي خالدي كلمه ختاميه. الوقايه مشكلة الجميع. نعم. أسبوع الوقاية يجب أن يمتد إلى سنة الوقاية. الوقاية على مدار سنة. وأنا سأعود إلى أيضا البرنامج الوطني للكشف على سرطان الرحم اللي مشت فيه الجزائر وإن شاء الله تزيد تكمل فيه يعني في هذا المجال. اليوم للأسف سرطان القولون ثاني سرطان بالنسبة للرجل وثاني سرطان بالنسبة للمرأة. سؤال علامة استفهام. يجب أن نستعجل بالأمور حتى نكون بصحة جيدة. شكرا لكم. شكرا لكل الذين ساهموا في إعداد هذه الحصة. شكرا لمشاهدينا الكرام. كلوا ولكن بأقل حلاوة وأقل ملوحة. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.